كنت ساعة. لا والله بالنسبة لي عندي فري تايم. نحن بدينا تسجيل. تمام. إذا السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي في لقاءات مجتمع علم الوعي. اليوم عندنا ضيف الأخ مصطفى البرازيلي، هنتعرف عليه أكثر في هذه الحلقة، ويمكن شاركنا اسمه الحقيقي. طبعا هو صاحب قناة رحلة البحث عن الله عالم الأرواح، موجودة على اليوتيوب وتتحدث عن الأرواحية. وحترك طبعا الأستاذ مصطفى يكلمنا أكثر عن هذا الموضوع الشيق والكبير. أول شيء برحب فيك أستاذ مصطفى، صباح اهلا الخير أو وسهلا. مساء الخير. برازيل أعتقد بلاد بعيدة وتوقيت احنا مختلف تماما. حاليا الساعة 3:30 بعد الظهر، لسه الشمس طالعة وعسل يعني. احنا 10:30 بالليل. بالظبط، اكيد الشمس مستخبية عندنا مستعجل، بكرة نسيبها لكم يعني. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. خليني الأول أرحب بجميع أحبائنا المشاهدين الناطقين باللغة العربية في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم. أرحب بك أستاذ محمد والمجموعة بتاعتكم، مجموعة رائعة، وربنا يطرح البركة فيكم ويوصل العلم الجميل ده عشان الناس إيه تتفتح مخها وكل شيء يعني. القناة عندي اسمها قناة رحلة البحث عن الله عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديك. رحلة البحث عن الله في ناس كتير بتعترض عليها، بيقولوا لي أنت بتبحث عن الله لسه؟ طبعا الحمد لله أنا عمري ما تركت ديني، وعمري ما لكن بحثت كتير جدا جدا، وسميت القناة بالاسم ده لأن كانت موجة الإلحاد بتعم جامد العالم العربي وما زالت يعني، فأرشدت ناس كتير جدا جدا لا فعلا إن الخالق عز وجل موجود، ورسمت معاهم طريقة للبحث عشان يجد لنفسه، يقتنع هو بنفسه بطريقة علمية إن الخالق عز وجل موجود. فلذلك أنا سميتها رحلة البحث عن الله، كل من يبحث عن الله احنا نساعده ونوري له الطريق وطريقة البحث يعني. جميل أستاذ اوكي. مصطفى، أنت تقريبا جاوبت على أول سؤالين، اللي هو عن قناتك وعن أعتقد كيف. في سؤال بدي أسألك إياه فعليا الآن، ليش اخترت اسم مصطفى البرازيلي لا كاسم تقدمه انا يعني؟ اسمي مصطفى فعلا، اسمي الحقيقي يعني، وانا كنت في انا مبرمج كمبيوتر ومحلل نظم، وسافرت للبرازيل بقالي 31 سنة. فأيام ما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية عشت في الولايات المتحدة ما يقرب من 10 سنوات، ففي مصر أطلقوا عليا مصطفى الأمريكاني. فلما جيت البرازيل فأنا قلت طيب هسمي نفسي مصطفى البرازيلي، نوع من مش لازم نعلن عن الاسم الحقيقي، لأن في بعض الناس بيشوفوا الكتاب من عنوانه بيحكموا عليه بطريقة خاطئة بدون ما يتشعب، بدون ما يشوف ايه المحتوى الحقيقي للقناة بيحكم عليها خطأ، فأنا مش لازم أسبب الضرر للغير يعني، لأهلي اللي موجودين في مصر يعني. جميل جميل، كلامك جميل جدا. طيب ممكن يعني أنا في البداية قبل ما ندخل في موضوعات أكبر، حابين نعرف أول شيء كيف أنت تعرفت على الأرواحية؟ إيش اللي دفعك للاهتمام بألين كاردك وبالفكر الأرواحي؟ شو اللي جذبك للأرواحية؟ شو اللي موجود في الأرواحية ما وجدته مثلا في أماكن أخرى، مذاهب أو أفكار أو تيارات فكرية أخرى؟ ما هو المميز في الأرواحية؟ إيش اللي تجربتك أول مرة يعني وجدت إنه الأرواحية هذه مجال أنا بدي أفخر؟ ما شاء الله 30 سنة أعتقد في أنت بتدرس الأرواحية أو لا بتمارس. 23 24 حاجة زي كده. ما شاء الله، كيف بدأت في الاهتمام بهذا المجال؟ والله أنا اهتميت جدا جدا في الأول في ديننا الدين الإسلامي، وابتديت ندرس فيه بطريقة
عايز اعرف الشيوخ عارفين ايه اكتر مننا، يعني احنا العاديين اللي ايه اللي هم عارفينه لا احنا مش عارفينه، يعني كمسلمين عاديين تعتبرني واحد من المسلمين العاديين. ابتديت ندرس ندرس ندرس، فلقيت في اشياء غير معقولة بالنسبة لي. يعني انا في نظري ان الخالق عز وجل اعظم بكثير من اللي مكتوب يعني. وفي المدرسة الإعدادي وكنا احنا في مدرسة إعدادي، وكانوا بيفصلونا في حصة الدين زي ما بيقول المسلمين والمسيحيين. فجيت والأستاذ بتاعنا بتاع الدين، وكان هو مدرس اللغة العربية، قال إيه ليه أنت مسلم وليه أنت مسيحي؟ قبل ما احنا ننفصل عن بعض يعني كل واحد يروح يدرس الدين بتاعه. فكل واحد طبعا قاعد يعتز بدينه، وأنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ومؤمن، والتاني برضو يسوع المسيح وكده. فقال انت كذاب وانت كذاب ليه؟ انت مسلم لانك اتولدت في عائلة مسلمة، وانت مسيحي لانك اتولدت في عائلة مسيحية. ولو كان انت اتولدت في عائلته وهو في عائلتك كنت انت بقيت مسيحي، المسلم بقى مسيحي والمسيحي بقى مسلم. فايه اللي طلبوا مننا؟ ان احنا نطلع على ديانات الاخرين بدون حكم مسبق، نشوف ايه اللي مكتوب هناك. وهنا انا بدات ندرس الكتاب المقدس، واخد بالك؟ طبعا انا بما اني راجل علمي فبقيت اضحك على اللي مكتوب والحاجات دي، لسه ما كنتش فاهم الموضوع. لكن ابتديت افهم القران عن طريق التوراه. يعني اللي عايز يفهم القرآن ايه بيدور حوالين ايه وازاي والقصص جايه منين وكل ده لازم يقرا سفر التكوين، واخد بالك؟ فابتديت ندرس. لما جيت هنا بقى درست كتير كتير فوق ما تتخيل. يعني لما جيت هنا البرازيل اول حاجه حصلت معايا مشكله ان انا شفت روح، واخد بالك؟ شفت روح متجسده دخلت عندنا البيت شخص يعني، واخد بالك؟ ما كنتش مصدق. انا ما كنتش بتكلم لغه برتغالي، فكلمت زوجتي باللغه الانجليزيه وقالوا ان انت بتهيأ لك وتخيلات وتهيؤات وكده. لكن بعديها بيومين ثلاثه حماتي كلمت صاحبه البيت اللي احنا كنا ساكنين فيه، وقالت ان ده جوزها، زوجها يعني توفى بقاله سنتين، ممكن يكون هو يعني. لكن فقابلتني وكلمتها اوصافه ايه وكان لابس ايه، خدتني للدولاب وشفت الهدوم اللي هو توفى احتفظت بيها، هي دي اللي انا شفته بيها، كان لابس نفس الملابس دي. وبعدين بعدين شفت صورته في الصالة. وطبعا انا جاي من بلد اخرى، يعني انا ما كنتش عايش في البرازيل، عمري ما اعرف الناس دي. وشفت الصورة بتاعته في الصالة وقلت هو الراجل ده اللي كان عندنا في البيت. قالت لي لا ده جوزي متوفي بقاله سنتين. فمع ذلك ابتديت نقرا قرآن وآية الكرسي وكده ونسيت الموضوع. في سنة 99 بقى حصلت مشاكل مع أخو مراتي، ابتدى يشوف أرواح وكلام من ده، وبعدين حصلت مع بناتي برضو. فكل ده خلانا نصب في المركز الروحاني، روح المركز الروحاني عشان نتخلص من الظواهر دي. في المركز الروحاني بقى اتعرفت على موضوع الأرواحية دي، والحمد لله درست فيه كتير جدا جدا وفتح دماغي لأشياء كتيرة جدا جدا يعني. ده مختصر يعني. فأنا اتعرفت على الأرواحية لأني شفت أرواح، لأن حصل مع بناتي، حصل مع نسيبي يعني، خد بالك. نعم. أول إشي بنرحب بالأستاذة فاطمة يحيى، انضمت إلنا، هي من البرازيل بالمناسبة، أهلا بيكي. لكن أعتقد يعني في مدينة أخرى، أعتقد يعني ما أعتقد في نفس المدينة اللي أنت فيها. فالا برتغيزة. ما فيش مايك أستاذة فاطمة، المايك عندك ميوت مش شغال. لا لو تشيل الميوت تبع المايك. لا هي عندها ميوت، انا شايف العلامة ميوت. ميوت؟ طب احنا اوكي، انا لازم بس اشيله من يفهم ان عندي هي يعني. جاوبت ان هي بتتكلم لغة برتغالية، بسألتها بتتكلمي برتغالي؟ قالت لي اه. اه اتفضل استاذ محمد.
نعم أنا برحب بالجميع برضو، الأستاذة فاطمة والجميع. أهلا وسهلا بك. يعني هي تجربة طبعا شيء جميل، يعني أن يكون عندك تجربة مباشرة مع الموضوع، وكان أيضا عندك مقارنة فكرية، يعني أنت أعتقد مقارنة أديان أو ما شابه. فأنا صح حابب لو ندخل شوية يعني عن الحين الأرواحية، يعني قبل ما نحكي عن القناة، أنا حابب أعرف ليش فتحت القناة وليش حابب تنشر الأرواحية. بس في البداية ممكن تحكي لنا شوي عن الأرواحية؟ أنت، أنا اللي بفهمه حاليا من كلامك إنه هي ليست دين، هي يعني زي أسلوب حياة أو عقيدة أو فكر معين بوضح، يعني ممكن الشخص يكون مسلم مسيحي أو دين آخر ويكون أرواحي. ممكن تشرح لنا أكثر، يعني نبدأ شوي شوي ندخل في الأرواحية أو نعرف أكثر عنها؟ بالظبط. في سنة 1850، يعني في بقى لها أكثر من 170 سنة، حصلت ظواهر كتيرة في باريس. ظواهر الناس كانت بتتكلم على الطاولات الدائرة زي ما بيقولوا، وابتدوا يتكلموا مع ما يعتقد إن هم أرواح، واخد بالك، وابتدت تجي لهم إجابات، وكانوا بيسألوهم أسئلة هايفة زي مثلا هتجوز ايه، طالع هقابل حد كويس، حاجات خايبة كده، هنجح مش هنجح. وابتدى الدكتور اسمه فلاماريون دعا ألان كارديك. ألان كارديك عالم كبير جدا جدا، درس في مدرسة باستالوز، وهو مؤلف قواعد النحو واللغة في الفرنسية، وليه كتب كتيرة جدا جدا في فرنسا، يعني الجامعات بتدرس كتبه وهكذا. فدعوه عشان يكشف الحيل دي، اكيد في حيلة معينة، حد بيلعب يعني بيحط مغناطيس تحت الترابيزة، اي حاجة من دي يعني. فهو راح علشان هو يكتشف الحيل دي، واخد بالك، ويكشف ان ده نصب يعني. لكن هو فوجئ ان في فعلا شيء بيجاوب عليه اجابات ذكية. فانا مش هسأل اسئلة خايبة، انا هسأل اسئلة وجودية. وابتدى يسأل، يعني أول سؤال هو سأله What is God؟ تقدر تترجمها دي يا أستاذ محمد؟ What is God؟ السؤال الأول في الكتاب الأول، What is God؟ يعني الذكاء اللامتناهي أو المبدأ أيوه، الذكائي. ما هو الله؟ فبيقول له ما هو God؟ God إله، يعني إله الوجود ده. فقالوا ايه هو الذكاء الاعلى في الكون، الحكمه العليا في الكون، والمسبب الاول لكل شيء. دي كانت اول اجابه يعني. فعلان كارديك ابتدى يتكلم بقى، طيب وايه اسبابه، جاي منين وجاي فين، وايه خطه الوجود. كتاب كامل سجله في كتاب الارواح، صدر سنه 1857، واخد بالك، اول طبعه. بعد كده تاني طبعة 1860، وصدرت أول طبعة قبل ما يطلع كتاب داروين، قبل كتاب التطور داروين. وفي ألان كارديك، إحنا كائنات متطورة ماديا وروحانيا. العلم اكتشف حسب نظرية داروين بعض التطورات المادية، لكن هناك تطورات في عالم الروح يجهلها العلم إلى الآن. اوكي. أستاذة فاطمة، فالأروحية، معاك. الأروحية ما هياش بتحترم كل الديانات، بتحترم كل الأنبياء. وألان كارديك ما كانش عايزها تكون دين أساسا يعني، فهو علم وفلسفة. لكن بحكم اللي دارسين هناك كانوا مسيحيين، ابتدوا يتجمعوا مع بعض وابتدوا يعملوا جمعيات روحية، روحانية مسيحية. لكن اي حد من اي دين ممكن يدخل فيها بدون ما يغير دينه، اوكي، لاني اساسا انت بتدرس الفلسفه والعلم، ولا يتعارض مع الدين لعلمك، لا يتعارض مع الديانات اللي احنا نعرفها دي، لكن بيوسع في دماغنا الافق في مدى عظمه الخالق عز وجل. يعني اوكي، الأرواحية هي عبارة عن مبادئ أو تصورات عن الإنسان وعن الوجود، توسيع للمفاهيم الدينية، توسيع للأفكار الدينية بإطر علمية ومنطقية. ممكن اوكي، بس بدل ما نقول تصورات،
نقول معلومات، معلومات من عالم الروح، يعني معلومات، في نعم اتصالات روحانية واخد بالك من عالم الروح. عن طريق الوساطة والأروحية الروحية. لها، والأروحية لها 5 مبادئ زي بني الإسلام على 5 كده. أو ما هي أول مبادئ مبدأ الإيمان، الأرواحية؟ أيوه أول مبدأ هو الإيمان بالخالق عز وجل. واخد بالك؟ بدون الإيمان بالله أنت هتدرس إيه؟ هتيجي تقول لواحد روح يقول لك مفيش حاجة اسمها روح. يبقى لازم الإيمان بالخالق عز وجل. رقم 2 خلود الروح، ودي هتلاقيها في كل الديانات، إن إحنا كائنات خالدة. إحنا لا ننتهي بمجرد موت الجسد المادي. واخد بالك؟ بيختلف بقى عندنا إيه؟ إن إحنا بنؤمن بيه تعدد الوجود، يعني ليس فقط كوكب الأرض العمران، لكن هناك تريليونات الكواكب المعمورة بالإنسان والحيوان والنبات، زي ما موجود في عالم الأرض في كواكب في حالة التكوين حاليا زي ما كان كوكب الأرض، وفي كواكب أكثر تفوقا منا. رقم 4 إمكانية التواصل مع هذه العوالم. الاتصال بعالم الروح النهارده مفتوح، مفتوح على البحر يعني. ورقم 5 هو اللي انت بتسموه تقمص او تناسخ الارواح، ان احنا بنعود وبنتولد مرات كثيره على الارض من اجل ايه؟ الارتقاء والتحسن، والا لا بقى الانسان البدائي على ما هو عليه في العصر الحجري بدون ان يتقدم، بدون ما يستعمل تكنولوجيا زي اللي احنا بنستعملها دلوقتي، فيبقى ما فيش عدالة، يعني بيبقى انسان شبه حيوان بيعيش مع انسان متقدم جدا جدا يعني. اوكي، نعم، يعني الإيمان بوجود إله، إيمان بوجود أرواح، أن الإنسان في حالة تطور خلود مستمر. الروح. ايوه نعم، أنه في حياة بعد الموت، الإنسان قاد في حالة تطور مستمر، مش جسديا أيضا روحيا، وتوجد عوالم وكواكب أخرى بعد الموت ننتقل لها، ثم ممكن نعود إلى هذه الأرض أو أرض آخر أخرى مثلا. فهذه هي المبادئ الخمسة الأساسية في الأرواحية، وإمكانية التواصل مع عالم الروح. واللي هي أعتقد أهم شيء تقريبا، لأنه كثير من الناس يعترف بوجود عالم روحي لكن لا يعترف بإمكانية الوصول، يعتقد أنه الروح شيء والعالم الجسدي أو الأرضي شيء آخر، وعالمين منفصلين عن بعضهم ما فيش أي وسيط بينهم. طيب، أول شيء بدي أرحب بالأستاذة فاطمة، شكله مشكلة شكرا، الصوت انحلت، كيفكم؟ شو أخباركم؟ نشكر الله. أهلا هل تعرف بك الأستاذ مصطفى؟ مصطفى، ما سمعت، عفوا. عم بقول أهلا وسهلا بالدكتور مصطفى. أهلا بيك، أهلا أهلا، تسلم. حياك الله. طبعا يا جماعة، احنا بنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في الشات عشان نسألها للدكتور مصطفى قريبا، بس في هنا نقطة أنا حابب على فكرة أسألها. أنا مش دكتور يعني. ممكن تقول مدرس، انا بيقولوا لي استاذ مصطفى، لكن انا ما عنديش دكتوراه يعني. لا بس انت دكتور في العلم، العلم اللي انت دكتور فيه. بنتعلم، احنا لسه يا بنتعلم. وين انت؟ اي ولاية بالبرازيل؟ مينا جيرايس. اي مينا جيرايس. كوانتو تيمبو جيتانو برازيل؟ 31 اوه، بس 31 يا برازيليرو. طبعا مش فاهم، مش انا. اوكي سوري. اهلا وسهلا بالجميع. اعتقد ان البرازيل، كنت اسالك الان سؤال، لماذا يعني البرازيل ذهبت اليها بالذات، وليش في البرازيل في اعتقد مجتمع ارواحي ضخم جدا؟ الناس في البرازيل اعتقد من اكثر الدول في العالم فيها ناس بيعتقدوا بالارواحيه، اللي هي مبادئها حسب ما انت وصفتها مبادئ بسيطه. اعتقد انه الانسان، يعني اغلب البشر بيعتقدوا بهذه الاشياء ما عدا جزئيه التواصل مع الارواح، ويمكن تناسخ الارواح في بعض الناس عندهم مشاكل حول هذه النقطتين، حنتكلم عنهم. بس سؤالي اول شيء، يعني ليش رحت للبرازيل؟ ليش فتحت قناه تتكلم عن هذه الامور؟ وليش وجهت للعالم العربي بالذات؟ تمام. انا كنت عايش في الولايات المتحده، خرجت من مصر بدري
واشتغلت في برمجة الكمبيوتر حتى في الحكومة الأمريكية. وهناك قابلت زوجتي، كانوا لها أخين بيشتغلوا معايا وهي محامية، وجات تزورهم وحصل اللي حصل يعني. فاتجوزنا وبنتنا الأولى اتولدت في أمريكا يعني، وهنا عندنا بنت أخرى اتولدت هنا والحمد لله كويسين. ورحت مصر، حاولت أعيش في مصر لكن ما قدرتش أعيش، كان الحياة صعبة في مصر شوية، ويمكن عشان أقابل الموضوع الأرواحية دي. فجيت هنا في البرازيل، وزي ما بقول لك في سنة 98 99 اللي أنا بدأت أدرس علوم الأرواح في المركز الروحاني. عملت كل الكورسات اللي ممكن تتخيلها، لأن إحنا عندنا اتحاد فيدرالي هنا. ليه البرازيل فيها أكتر من 10,000 مركز روحاني؟ لأن حصلت مشاكل في فرنسا مع ألان كارداك، والكنيسة الكاثوليكية أخذوا كتاب الأرواح وحرقوه في وسط باريس، اتهربت الكتب دي عن طريق، أنا نسيت اسمه، جوزيه حاجة زي كده. الشخص ده هرب الكتب بتاعت كارداك ليه البرازيل، وهنا في البرازيل كبرت بقى يعني، واخد بالك؟ في مشكلة يعني، الناس اللي في المركز الروحاني بيقولوا احنا مسيحيين، لكن المسيح لا يعتبرهم مسيحيين، لان احنا في الارواحيين مثلا لا نؤمن ان المسيح ابن الله الوحيد. لو زي ما تقول احنا كلنا ابناء الله لان هو اللي خلقنا يعني، بما فيهم يسوع المسيح. لا نؤمن ان يسوع واحد من الثالوث، ما فيش حاجة اسمها ثالوث، الخالق عز وجل فوق كل شيء. يسوع المسيح ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه زي ما خلقني. الفرق ما بيني وبين يسوع المسيح ان هو روح اقدم مني في الكون، اتعلم كتير ووصل كتير، بقى مشرف حتى على بعض الكواكب او مجموعة شمسية. لكن في درجة يسوع المسيح في مليارات الارواح اللي في درجة يسوع المسيح. فلما تيجي تتكلم ده مع واحد مسيحي يقول لك يبقى انت مش مسيحي، طالما لا تعترف ان يسوع هو الله او هو جزء من الثالوث والحاجات دي، يبقى انت مش مسيحي. بس احنا ما مش مشكلتنا يعني، لما تيجي تكلمني كمسلم اقول لك انا مسلم، واجي اقول لك لا بس انا اؤمن بتناسخ الارواح، تقول لي انت مش مسلم. انا مش مستنيك تحط لي يافطه تقول لي والله انت مسلم، انت مسيحي، انت يهودي، انت درزي، انت عربي. كل الاديان جميله، كل الاديان فيها الجانب الروحاني، ما بنتكلمش على العنف، احنا ضد العنف من اي دين بدون ما نعمل تفرقه عنصريه للاديان. اي اشخاص بيجتمعوا باسم دين معين وبيروحوا يحاربوا ويقتلوا الناس هم غلط، حتى زي اسرائيل حاليا، خد بالك، والمسلمين والمسيحيين كلنا عملنا الهبل ده. فلازم نقعد مع بعض حاليا ونبتدي ننشر السلام والمحبة بين الأمم بدون تفرقة عنصرية، واحترام كل الديانات، واحترام الذي لا يؤمن بدين اللي هو الملحد، لازم تحترمه وتسيبه، هو الراجل بيبحث، هيجيله وقت ويفهم يعني. يعني الهدف الأساسي من القناة هو نشر السلام والتفاهم والإخاء بين كل، وتقليل العنف، لأن كل في الديانات الشرق الأوسط عندنا زيادة عنف شوي. مش مهم، مش مهم. واللي احنا كنا بنعمل لهم تفرقة عنصرية، الهندوسية والسيخ والبوذية، كل دول اخواننا، انسان في حق في احد مراحل التطور. وعلى فكرة انا ممكن اتولد في الديانة البوذية بكرة، ارجع اتولد في الديانة المسيحية، ارجع اتولد في الأزيدية، ارجع اتولد في الهندوسية. فانت لو انت يعني ابتدينا نتفاهم مع بعض كبشر، ان احنا نتعايش في سلام ونحترم كل الاديان، لان مش هيحصل ان احنا هنبقى دين واحد، انسى دي. فلازم انا احترمك وانت تحترمني وانتهى الموضوع. نحترم الطقوس، نحافظ على المعابد والكنائس، وكل واحد يغني الاغنيه اللي يحبها، ايه بيغني اهواك واللي يغني ظلموه، كل واحد براحته يعني، بدون الحساسية دي. جميل جميل. طيب خلينا، في كتير أسئلة بصراحة حابين نطرح لك إياها. اتفضل اتفضل. أنت وصفت الأرواحية بأنها علم،
وأعتقد أيضا بصفوها أنها فلسفة، وفيها جانب تجريبي. أنا شايف التواصل مع الأرواح والوساطة الروحانية مش كتير ناس بصنفوها علم أو فلسفة. كيف يعني كيف العلاقة ما بين العلم وما بين الأروحية؟ إيش اللي بيجعل الأروحية علم ويختلف عن أي معتقد، نظام معتقدات آخر يعني، مثل الأنظمة الموجودة، الأديان، المعتقدات الأخرى؟ إيش اللي بيجعل الأروحية مميز عنه؟ في بعض، بس في ملاحظة حابب فيها. مش عايز اقول مميزه. احنا كلنا زي بعض العلمك، والا ما كناش اتولدنا على كوكب الارض. تقدرش تقول انا متميز، واخد بالك؟ انت واحد من 8 مليار، مفيش حد متميز عن الاخر. اوكي. اللي انت عايز تعرفه ايه بالظبط؟ قول لي السؤال تاني. عايز أعرف العلاقة ما بين العلم والأرواحية، العلم وهل والأرواح. يجعل الأروحية مميزة كفكر يعني، كنظام فكري اوكي، يعني، ليست انت هي لاحظ، معتقدات؟ لاحظ حضرتك، خلينا نتكلم عن الديانات اللي في المنطقة العربية. ما بدأت باليهودية، اليهودية بدأت من 3600 سنة. تخيل الإنسان في هذا العصر اللي 3600 سنة فاتت، كان إنسان بدائي جدا، ما كانش في حاجة اسمها علم وتعليم. الناس كانت تصورها عن الكون عبارة عن الجزء اللي يعرفه من كوكب الأرض، لأنه ما كانش يعرفوا فين استراليا، فين أمريكا الجنوبية الشمالية، ما كانش لسه اكتشفوا ده. فحدود التفكير الإنسان كانت محصورة في إيه؟ شمس وقمر وأرض، والأرض هي مركز كل ده، ولا يوجد ما بعد ذلك. كل اللي هم بنشوفه دي كنجوم بيعتبروها مجرد مصابيح صغيرة، ولذلك تلاقي ايه، الحياة لها بداية على كوكب الأرض. بالنسبة لليهود بدأت من 6000 سنة مع الإله اللي هو غير منظم أو ليس له خطة واضحة، يعني عنيف جدا في إن هو يرمي آدم على كوكب الأرض، وبعدين يسيب الأخ يقتل أخوه، وبعدين بعد فترة ينتشر البشر يغضب عليهم ويعمل لهم طوفان، وهذه القصة اللي احنا ورثناها في الديانة المسيحية والإسلام. أوكي. لما تطور الإنسان زي ما انت تشوف التطور اللي احنا فيه مع العلم والذكاء وانتشار أوروبا، انتشر فيها الفلسفة والعلم والفلك وعلم الفلك، ابتدينا لنا نظرة أخرى من أيام جاليليو أو جاليليو سنة 1650 أعتقد، وابتدى بالمنظار بتاعه، وابتدى يقول لك إن الأرض ليست مركز الكون، وإن الأرض هي اللي بتلف حوالين الشمس، خد بالك؟ هنا اتولدت الأرواحية في العصر الحديث، ولذلك اتولدت مع العلم الحديث اللي موجود. النهارده الإنسان يستوعب هذه المعلومات اللي جاية من خارج كوكب الأرض. في أيام النبي سيدنا يسوع المسيح والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانت الناس بدائية جدا جدا. لا يمكن أنت تحكم على الفترة والعقل اللي كان موجود من 1400 سنة ولا من 2000 سنة وتقارنه بالوقت الحالي، يبقى أنت كده ظالم تماما. ولذلك الخالق عز وجل بيسمح بالاتصالات الروحانية، الملائكة دي بتتصل على قدر عقول البشر اللي بيستحملوه. يعني انت لو جه من 1500 سنة وابتديت تقول يا ناس في دي ان ايه، في جينات، في كروموزومات، في مش عارف ايه، هيذبحوك وانت واقف. هذا العلم لازم البشر يكتشفه على مر الزمن. ولذلك تيجي المعلومات الاولى المبسطه، زي ما انت تجيب ابنك بيتولد يقول لك انا جيت منين، إيه؟ اول ما يعرف يتكلم تقول له احنا اشتريناك من السوبر ماركت، والله الحدايه جابت لقيناك في الشارع، لكن ما بتقولوش على العمليه الجنسيه وهكذا. لكن لما بيكبر بيفهم ايه الموضوع. احنا اتولدت الارواحيه في عصر العلم، ولذلك تتماشى وتتناغم تماما مع العلم الحديث. يعني حسب كلامك في مجال الأرواحية الآن، إذا هي الآن نسخة ممكن نسميها أكثر توسعا،
من يعني البشر في الماضي كانوا أقل محدودين في الوعي، أقل في بعض المعلومات يعني ما كانت مصرحة بشكل واضح في الأفكار والأديان القديمة. الآن إحنا في عصر جديد نأخذ رسائل أكثر من عالم الأرواح، نوسع فيها وعينا. هل في المستقبل حتستمر الأرواحية في التوسع، يعني حتتغير الأفكار الرئيسية فيها أو ولا كيف؟ أكيد الخالق عز وجل بيتصل بكوكب الأرض في كل وقت، وبعد فترة طويلة هيسمح لنا بمعلومات أكتر. هي فاكر أنت حتى في آية في القرآن بتقول إيه؟ ويسألون عن الروح، قل هي من أمر الله وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ما أوتيتم من العلم إلا قليل، اللي على قدر فهمكم، على قدر المستوى اللي انتوا فيه. بعد كده يبتدي يدينا معلقة كمان، يدينا ملعقة أخرى، تفضل شوية سكر شوية بن وهكذا. انت كل ما ترتقي عقليا بيجي لك المستوى بتاعنا ده، احنا وصلنا لهذا العلم. لكن اكيد تخيل العلم على كوكب الارض كمان 1000 سنة، شوف مدى ارتقاء الكوكب الارض في 40 سنة الماضية. 40 سنة، بقول لك 40 سنة. يعني انا المتخصص في الكمبيوتر ما كنتش عارف ايه انترنت ولغات الكمبيوتر والحاجات دي كلها. شوف التطور، شوف الموبايل اللي انا بتكلم منه، كانش موجود الكلام ده. فكل عصر فيه اتصال، وكل اتصال بيجي لنا على المستوى العقلي الجديد. اكيد في توسع، ولذلك دي النظرية الاولى اللي احنا بنقدمها، لكن مقابلة للتغيير. كارداك بيقول لو العلم اكتشف شيء مغاير للأرواحية صدقوا في العلم. يعني دايما انت تحدث نفسك، ما تمسكش في عقيدة وتحضنها وخلاص، يعني خلي عقلك مفتوح. نعم، يعني الأرواحية علمية من ناحية احترام النتائج والاكتشافات العلمية وعدم تجاهلها او تأكيد. نعم بالتأكيد بالضبط كده. نعم. طيب في ناس بيسألوا، يمكن أنت جاوبت على هذا السؤال، بعض الناس بيسألوا الأفكار الموجودة في الأرواحية مثلا زي تناسخ الأرواح أو التواصل مع الأرواح مثل ما ذكرت، بيقولوا يعني لماذا لم تذكر مثلا في الأديان القديمة صراحة، يعني إنه في حيستمر تدفق للوعي أو ممكن نسميها الحقيقة أو المعرفة أو المعلومات حتستمر في القدوم بشكل متكرر، ليش ما في حديث عن عالم الأرواح بشكل مفصل؟ فهل محدودية الوعي هي العامل الوحيد ولا في أسباب أخرى يعني دفعت لعدم؟ سؤال جميل، لأني حضرتك لو نظرت إلى أكثر من منتصف كوكب الأرض بيؤمنوا بتناسخ الأرواح من قبل ما كارداك، وقبل الإسلام وقبل المسيحية واليهودية. يعني ما تشوف الهندوسية والبوذية، كل الناس بتؤمن بدي. عندنا الموحدين الدروز، عندنا العلويين، عندنا الأزيديين، كل الناس دي رينكارنيشن. اليهود لما تصل إلى اليهود اللي هو اللي في الشارع لا يؤمن بتناسخ الأرواح، مش لا يؤمن، لا يعلم. لكن المتخصصين رجال الدين، واخد بالك، اللي هم اللي احنا بنقول عليهم الكابليين، بيؤمنوا تماما بتناسخ الارواح، لدرجه ان يقول لك موسى جه في كذا وهكذا. الديانه المسيحيه كانت تؤمن تماما بالتقامص، بتناسخ الارواح، لدرجه ان يسوع المسيح لما جم سالوه قالوا له يا معلم، المفروض قبل ما يأتي يسوع، قبل ما يأتي يسوع مكتوب ان النبي إلياس سيأتي. والنبي إلياس ده مات من 1500 سنة، ازاي النبي إلياس سيأتي؟ فقال لهم اتى ولم يعرفوه، وكل فهم ان هو يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى هو تقمص صريح للنبي إلياس. فالمسيحية فضلت تؤمن بتناسخ الأرواح لحد إيه؟ مؤتمر القسطنطينية
سنة 533 ميلادية اللي قرر الإمبراطور الروماني شال كل الأجزاء اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن التقمص، وحكم عليهم إن هم يشيلوا ده من دماغهم. يعني في الإسلام لو أنت تكتب على جوجل حاليا الآيات القرآن الكريم التي تثبت التقمص أو تناسخ الأرواح، هتلاقي في 17 آية متفسرين بكل دقة بتناسخ الأرواح. الجماعة الشيعة بيؤمنوا بما يسمى الرجعة، يعني بيقول لك الناس اللي ماتوا دول اللي قتلوا الحسين اللي بتاع هيرجعوا وهيقتلوا بعض من جديد، يعني فكرتهم دي، لكن هي تناسخ برضو. يعني معظم الناس بتؤمن بالتناسخ. طيب لكن انا بقى بنصل الى كتب زي كتاب الذاكرة الأزلية للدكتور مايكل نيوتن. لازم احنا نروح للعلم بقى، هناك أبحاث علمية بحيث كل أي شخص مننا ممكن يخضع إلى ما يسمى التنويم الإيحائي أو التنويم المغناطيسي ويرى حيواته السابقة ويثبت لنفسه إنه هو كان عايش قبل كده وإزاي توفى وكان بيعمل إيه في عالم الأرواح ما بين الحيوات وإزاي رجع تاني وإيه هي الكارما، كل ده هيفهمه في خلال بعض جلسات من التنويم المغناطيسي، وهنا يثبت لنفسه ويثبت لأي حد آخر. دي حاجة علمية. فالكتب دي كتب ناس علماء نفس، واللي هم ابتدوا يكتشفوا عن طريق التنويم المغناطيسي إن إحنا نعود، وده من عدالة الله سبحانه وتعالى. بالك إن إزاي مثلا واحد يكون فقير جدا والآخر غني جدا، واحد بصحة جيدة والآخر بيتولد معوق، وهكذا. ليه؟ في اسباب لكل ده. وكلنا بناخد نفس الفرص، يعني انت لو فقير دلوقتي حاسس ان في مشاكل، ممكن انت تكون غني قبل كده وافتريت على الناس وترجع تدوق من اللي انت عملته يعني. وهكذا يعني في التفاصيل لما نيجي نتكلم عن الريكارنيشن بنشوف التفاصيل بتاعتها، لكن العلم النهارده بيثبت ده. طيب انا بس بدي احاول اجيب وجهة نظر الاشخاص اللي يعني اللي هم بقاوموا هاي الفكرة. أذكر صديقة لي كانت تقول يعني بالبلدي، إزاي يا محمد دول هتلر قتل ناس كتير، إزاي ما يروحش النار هو خلاص كده؟ فكيف يعني فكرة العقاب والجزاء بتحكم فكر الكثير من الناس؟ فعليا بعض الناس إذا لم يؤمن إنه الجحيم مكان فيزيائي سيتعذب فيه إلى ما لا نهاية حيكون شخص سيء. ممكن فينا حرفيا اذا ما بيعتقدوا بوجود هذا المصير الابدي، كيف الارواحيه مثلا بتجاوب على هذه الاشياء يعني، او مثل مساله العقاب والجزاء مثل هاي الامور؟ ممتاز ممتاز ممتاز. هنا احنا بنصل الى ما يسمى الكارما في الديانات الهندوسية والسيخ والبوذية. كارما يعني كل الفعل ورد الفعل، لكل فعل رد فعل مساو لها في القوة ومضاد لها في الاتجاه. مش هو ده القاعدة العلمية؟ لكل فعل رد فعل مساو لها في القوة ومضاد لها في الاتجاه. ما بنجد في القرآن الكريم بيقول ومن عمل منكم، آسف أنا مش متخصص في القرآن، فلو في خطأ كده ما تزعلوش مني. يعني من عمل منكم مثقال ذرة خير يرى، ومن عمل منكم مثقال ذرة شر يرى. يعني لو انت عملت ذرة من الخير هتشوفها هتعيشها، ولو انت عملت ذرة شر هتشوفها هتعيشها. واخد بالك؟ يعني قيس ده بقى على هتلر او على واحد مفتري شوية، على رئيس جمهورية، على واحد بيشتغل في الشرطة ويضرب الناس، على مدرس بيعتدي على التلاميذ. مش مهم بقى، بالك الجرم ده انت بتدفعه. يعني هتلر الحين مثلا ممكن يكون موجود لا بتعرض هتلر، لعنصرية أو ما عندي معلومات عنه. عندك معلومات عن هتلر أو مصير هتلر؟ طب يا ريت تعطيني عشان أعرف أجاوب صديقتي. شو صار في هتلر؟ هتلر دخل للأسف في، طبعا في وادي الظلام اللي احنا بنسميه الأومبراو، وادي مفزع جدا جدا جدا،
وظلام، لكن يعني مفيش نار بتحرق يعني. هو فور موته، فور موته، لكن هو ليس جحيم، ليس نار، لكن ممكن نلاقي فيه برد، ظلام، عويل، صراخ، رائحة كريهة. والأرواح المنتقمة خاصة الأشخاص اللي هو قتلهم بيطلع عليه البلاء يعني، بيجوا عليه، لكن هو ابتدى يتم إنقاذ روحه ويرموه في كوكب بيرموا فيه الأرواح اللي هي الصعبة دي، لأن هو من الأرواح الصعبة اللي قتل ناس كتير جدا، فهو مهجور حاليا في كوكب الزهرة، واخد بالك؟ بعد فترة طويلة هيتم جراحة على روحه بحيث يعملوا لها تجديد عشان يقدر يتولد، لكن هو محتاج فترة كبيرة جدا في عالم الروح حتى عشان تتطور كوكب الأرض وتبطل الحروب اللي فيها دي. كل واحد بيعمل شر بيذهب إلى هذا الوادي المعين مؤقتا، لا يوجد عقاب أبدي، مهما كان بقى شخص منتحر، سارق، قاتل، في البرك، وبيرجع يتولد. ممكن القاتل ده يتعرض للقهر. نلاحظ ان في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من زنى يزنى ولو بعد حين، ومن قتل يقتل ولو بعد حين. واضحه يعني، يشوف اللي زنى يزنى واللي قتل يقتل، وخد عليها وقيس عليها بقيه الايه؟ الجرائم، لكل فعل رد فعل، مساوي لها في القوه ومضاد لها في الاتجاه. فهو ده القانون اللي احنا بنؤمن به. في عقاب لكنه عقاب مؤقت بهدف التعليم، لكن في النهايه بيتم انقاذ الشخص هذا الكائن. مش معقول واحد مثلا قتل شخص واحد، خد بالك، وبعدين انت تيجي وتعذبه تشويه في نار ابديه الى الابد. يعني ايه الى الابد؟ يعني الحكم بتاعك على هذا الانسان غير مناسب ليه، بيقولوا ايه، الجزاء غير مناسب للجرم، الجزاء من جنس العمل. ايوه، فلازم انت تحكم بالعدل، والله سبحانه وتعالى عدل بالك ومحبه. وفي اللي بيحصل انت بتدفع، لكن بنفس الايه، بنفس درجه الجرم. لكن مش مهم انك تدفع بالالم، ممكن تدفع بالمحبه. يعني ممكن هذا الشخص القاتل مثلا، قتل طفل، يأتي إلى هذه الحياة ويبتدي يبقى عنده دار رعاية للأيتام، فممكن يدفع بالمحبة، مش لازم يدفع يجي حد يقتله، واخد بالك؟ يعني أنت كل الخير اللي أنت بتعمله بيشيل منك الذنوب، وإحنا عارفين ده في كل الديانات. كل ما تفعل الخير الخيرات تدحض الإيه؟ الشر اللي أنت بتعمله أو الذنوب يعني، وهكذا. لكن في عقاب، في ثواب وعقاب. الثواب بترتقي في عوالم اعلى، وكل ما تتقدم كل ما ترتقي بتروح للمستوى الفصل اللي جاي. يعني زي المدرسه كده، بتخش الجامعه دكتوراه، بعد الدكتوراه، وهكذا. وتبتدي انت كروح تشتغل في الكون علشان تساعد ما دونك من كائنات. يعني كلنا في يوم من الايام ممكن ناخد بالنا من كوكب زي كوكب الارض، نشتغل في اداره كوكب، يعني مفيش بقى مكان نقعد نستجم فيه وننام وناكل ونشرب وخلاص. هذا المكان غير موجود، المكان دائما عمل، والا تبقى الحياه الابديه ممله. صحيح، اتفق معك، ممكن تكون ممله. في معلومات يعني جميله بصراحه طرحتها، فكره انه بعض الكواكب مأهوله، لانه في بعض الناس بيقول لك الكون واسع جدا والكوكب الارض مجرد ذره غبار، لان اعتقد هم بيصنفوا الحياه الماديه فقط، ما بيعتقدوا انه في حياه، ان الارواح عندها حياه اخرى وتستوطن كواكب، وان الكون هذا مليء مثل ما ذكرت بحياه. لكن العلماء لا يجدون شيء، لان يبحثون عن حياه ماديه او عضويه وليس حياه روحيه. وكل شيء استاذ محمد، وكل شيء طاقه، لا توجد ماده، يعني الماده بتتكون من الطاقه. هذا السؤال القادم صراحه كان المفروض نسالك عنه، كيف ترى الارواحيه موضوع الطاقه؟ يعني كيف الطاقه بتسمع انت؟ في بعض الناس يمكن سالوا عن مثلا مفهوم الطاقه، بنشوفه اللي بيسموه علوم طاقه، انرجي، تشي،
كي المصطلحات هذه البايو انرجي هذه كيف تنظر لها الارواحيه هذه الشاكرات هذه المسميات دي شيء موجود يعني ده شيء موجود في ناس ما احنا نقوله بتتولد عنده البركه كده يجي يصلي كده على الانسان ومجرد يصلي مش مهم الدين اللي بيصلي بيه خد بالك يعني ممكن يكون واحد هندوسي يصلي على الانسان بطريقته او مسلم يصلي بالقران وانت ممكن في الكنائس انت ممكن تشوف ده في كل مكان وفي كل الديانات واخد بالك الطاقه دي على قدر الانسان ما بيبقى مرتقي بيبقى عنده طاقه جميله بيقدر بيها يساعد بيها الاخرين الطاقه دي موجوده في ناس طبعا بيستخدموا ده عشان يكتسبوا اموال في ناس بيضحكوا على الناس معروفه دي لكن في ناس حقيقيين فعلا عندهم الطاقه دي فالعلم ده موجود انا غير متخصص فيه الوسطاء عندنا بيمرروا فوق دماغنا كده ايديهم بعد كل اللي عايز يعني بعد كل اجتماع يعني واحنا بنحس بالطاقه دي وهي بتدخل فينا يعني بنحس ان في زي ما يكون ضوء ازرق كده بيدخل جوه الانسان وبتحصل شفاءات يعني حصلت معايا شخصيا ركبتي مثلا وحصلت على ايد واحد مسيحي ومن مصر على فكره وانا واحد من الناس اللي ما بتصدقش في اي كلام يعني عارف انت الانسان اللي هو لا يصدق في اي شيء بسهوله لازم تقنعني لازم تكون لمست الشيء بنفسي يعني خد بالك حصلت معايا مشكله في مصر انا كان عندي ركبتي فيها مشاكل عشان الوزن وكده وذهبنا الى شخص قس مسيحي مش قس او بيقولوا اخ كنيسه وابتدى يصلي مع الناس واللي يقول لك عينيا بقت كويسه واللي يقول لك انا عندي تعب وبقى كويس وانا قلت ان ركبتي ما فيهاش شيء يعني اما روحت البيت ونمت فلقيت هذا الشخص امامي وقال لي خد ركبتك وصلي معايا وهو بقى يقول باسم يسوع وانا نقرا قران وكده لكن انا ما بين النوم وما بين الصحيان المهم انا لما قمت الصبح من استيقظت من النوم قلت ايه شوف يا جدع حلمت بالراجل ده وكده وكده لكن بعد نص ساعة ماشي هنا وهنا وهنا افتكرت ركبتي مش وجعاني يعني ما زكش ولا حاجة في حاجات بتحصل كده فوق وعينا يعني فوق الـ 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 يعني لو انت استهى بالمادية مش هتظبط معاك زي حاجة ازاي ركبتي تخفت بعد كده نسيت يعني ما بحطش الكلام ده في دماغي على انه معجزات وكده لكن بتحصل يعني فالطاقة دي موجودة وعلوم الطاقة موجودة وفي ناس متخصصة جدا جدا فيها وحقيقيين. طيب في كثير أسئلة صراحة لكن بدي في سؤال مهم جدا كيف تنظر الأرواحية لما يسمى بالإسقاط النجمي أو الخروج من الجسد اللي هو في علم الوعي كثير موضوع مهم جدا عندنا وبندرسه وموضوع قناتنا في الأساس يعني فيها كثير فيديوهات عن هذا الموضوع. كيف الأرواحية بتنظر لفكرة السفر الروحي أو الإسقاط النجمي أو كيف تنظر لهذه الظواهر؟ لا معظم الوسطاء بيعملوا السفر النجمي أنا ما أحبش أخد التجربة دي لو إن إحنا غصب عننا بناخدها أثناء النوم يعني لكن في ناس بتعملها في خلال اليقظة أثناء اليقظة بيركز بيعمل تأمل وعبادات معينة موسيقى ويبتدي يخرج من الجسد كروح واخد بالك ويزور عوالم أخرى ده موجود جدا جدا يعني فدي دي شيء برافو ان انتوا بتدرسوا دي لكن انا عارف بحب ادرس الاشياء الاكثر مادية كده حتى انا لما ابتديت اشوف ارواح طلبت ان هي تغلق يعني مش عايز اشوف ارواح مش عايز ابقى وسيط الوسطاء بيتعبوا جدا 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 وما فيهاش ربح يعني الوسطاء هنا كل شيء مجاني فبيتعب يعني مثلا لو في واحد منتحر وانتحر بالسم
وجه على الوسيط، الوسيط هيحس بنفس الألم اللي بيشعر به المنتحر في بصرينه تتقطع ويعيط ويصوت ويصرخ، مش أي كلام. أنا اجتماعات كتير في المركز الروحاني وشفت الناس دي بتعاني جامد يعني. فأنا مش عايز أبقى وسيط، شكرا، ولا عايز أسافر نجم يا عم، خليني على الأرض. نعم. لكن موجود، موجود أكيد. جميل جميل. في سؤال آخر مهم، يعني كيف يعرف الشخص إذا بتلقى مثلا رسائل من عالم الأرواح، نفترض جدلا سواء كان بشكل عفوي أو من خلال الوساطة الروحية أو إنه يروح مركز أرواحي مثلا، كيف يعرف إن الروح هذه ليست روح شريرة مثلا أو شياطين أو عفاريت توسوس له؟ كيف يعني يعرف إنه هذا الكلام أو المعلومات معلومات صادقة؟ الأرواحية هل عندها منهج يعني للتمييز في هذا الموضوع، ولا تأخذ كل المعلومات من الوسيط كما هي؟ تمام. والله شوف، يسوع المسيح اللي هم بيدرسوا في الجانب، بتلاقي المسيحية قوية جدا جدا في الدين ده. يسوع عنده معلومات رائعة يعني، فقال إيه؟ من ثمارهم تعرفونها، تتعرف على الشجر من الثمار. فلو جات لك روح بتكلمك بتثير الشر فيك، روح اقتل فلان، روح ضحي بحيوان، روح اعمل كل الاشياء اللي هي السالبه، ده روح منخفض، ده روح منخفض. انت بتسموهم شياطين، احنا بنسموهم ارواح جاهله. هم انسان عادي واخد بالك، لكنه في جانب الظلام، ودائما بيجيب معلومات خاطئه، معلومات جاهله، معلومات ملخبطه، معلومات غير منطقيه. فانت تعرف ان ده روح انفيريور، انفيريور، روح قول معايا، روح جاهله، روح متدنيه. تدني، صحيح صحيح، اعتقد الترجمه صحيح. ايوه، تدني صحيح. الروح الراقيه. في برضو جانب اخر، بتلاقي الروح اللي هي المتدنيه بيجي بينهج، بيجي بغضب، انا عايز اموته، انا عايز مش عارف ايه. بتشوف انت اللي بيقول لك الشياطين اللي عليه شياطين، دي روح متدنيه يعني، بيجي في حاله ايه، ربكه، ودايما عايز يأذي الاخرين. بتعرف ده روح متدنيه، ما تاخدش بكلامه، ما تطبقش كلامه يعني. يقول لك روح اقتل، روح اعمل، اللي ما بقتلش يعني. احنا عندنا قاعده ان احنا ايه، السلام والمحبه والخير. الأرواح بقى العليا، الأرواح العليا وبتسميهم الملائكة، بيأتوا بسهولة، براحة، واخد بالك، بجمال، بيدوا لك معلومات جميلة، بهدوء، بكل شيء. الوسيط ما بيتعبش، ما بيحسش بأي نوع من الألم، واخد بالك، وهكذا، وبيجيب معلومات منظمة ودقيقة وكلها تدعو للخير والمحبة والسلام، معلومات منظمة وجميلة وهكذا. ولذلك انت بتفرق بقى مين الروح المتصل. لكن الارواح بتتصل، انت وسيط، انت قناة راديو، فبتلتقط من هنا ومن هنا. احنا المفروض ان احنا نشوف ايه اللي مكتوب، ايه اللي جاي من العالم الروح، وبنقول لا، الكلام ده بيدعو للشر، للقتل، للذبح الحيوانات، للتضحية، الكلام ده ارميه في الزبالة، واخد بالك، ده والله هينفع المجتمع، هينفع الدنيا، يفعل الخير، وهكذا يا عم، على عينه وعلى راسه. وحتى في قراءتي للديانات انا بطبق نفس المنهج، اللي يفيد المجتمع واللي يفيدني واللي يفيد الخير للمجتمع على عينه وعلى راسه. اي معلومات سالبه بتدعو للتفرقه العنصريه، للقتل، للبتاع، للحاجات دي كلها، انا بتجاهلها زي ما اكون مش موجوده. فانا بالنسبه لي اهم حاجه، اهم من الدين بالنسبه لي، وثيقة حقوق الإنسان أطبقها. في سؤال مهم ممكن يطرأ على بال البعض، إن أنت ذكرت في روح استطاعت تتجسد أمامك أو تكون مرئية بالنسبة إليك، هل ذكرت برضو مثال الطاولات الراقصة في اللي كانت في باريس أيام ألين كارديك، ويعني كان عندها القدرة تحرك الطاولات، هل في قدرات أخرى للأرواح؟ يعني هل هي
الأرواح. إحنا دائما نتصور إن الشخص إذا مات انقطع اتصاله في العالم المادي وهو في عالم أرواح، وأغلب الناس ما بتصور إنه ممكن أرواح يأثروا على الأحياء أو يحركوا أشياء أو يعملوا مثل هذه الأمور. هل في أشياء أخرى يعني الأرواح بتتفاعل في حياتنا اليومية معنا؟ وكيف علاقة الأرواح يعني سواء كنا نشوفها أو ما نشوفها؟ لا، في الأرواح تتفاعل معانا وبتأثر علينا جدا جدا في كل حياتنا يعني، وخاصة أثناء النوم إحنا بنلتقي بيهم. يعني مين ما حلمش بأهله اللي توافوا، شافهم في المنام وقالوا كذا وإحنا مرتاحين وإحنا كويسين، أو حد تعبان. يعني كلنا مرت بينا على الأقل لتجربة الحلم دي، أوكي؟ بتمر علينا أيضا تجارب المساكن المسكونة اللي هي بيقول لك دي فيها عفاريت والحاجات دي كلها. فعلا الناس ساعات بتموت وبيرفض إن هو يغادر المنزل بتاعه، بيرفض إن هو يغادر المكان أو المزرعة، ويبتدي أي شخص يدخل هناك يحاول يخوفه، من كل قوته بيحاول يحرك المادة، يحاول يفتح الحنفيات، يحاول يضرب حاجة عشان يخوف الزبون، يعني عشان يخوف الشخص اللي بيدخل فيها. عن طريق الوسطاء، في أنا اللي يدرس عندي في قناتي هيشوف في وسطاء، طرق عديدة جدا للوساطة، منها اللي بيكتب، اللي بيسلم إيده للروح بتكتب، وهكذا. يعني الأرواح بتأثر علينا جدا، زي ما بقول لك الخير والشر. يعني بيحاول، في ناس بتكون عايزة الضرر بتاعك فيأمروك بالسوء يعني، وفي الملاك الحارس أو المرشد بتاعك دايما بيديلك أفكار، يلهمك أفكار جيدة. ساعات انت بتنام بتصلي وبتنام ومش عارف ايه اللي يحصل، بنت تقوم تقول والله جات لي فكرة، وفكرة جيدة يعني. واخد بالك؟ أيضا الإنسان اللي هو بيبقى عنده اكتئاب وعايز يتخلص من حياته وكده، بتيجي وراء الأرواح الشيطانية دي وبتحاول تؤثر عليه، انت مش راجل، روح اعمل اعمل اعمل، بيدفعوه ان هو يعمل ده. خاصة بيبقى عندهم علاقات في حياة سابقة، بيكون قتل الشخص ده، يكون الشخص اللي هينتحر دلوقتي قتل شخص قبل كده، فيجي جنبه عايزه يتخلص من حياته، حاول يأثر عليه. فانا بقول ايه، اول ما تحس نفسك بالاكتئاب او الافكار الشريرة دي، اتكل على الله، غير هدومك، روح خد دوش، غير هدومك واخرج، صلي، قول اي حاجة، خليك مع اصدقائك وانسى الافكار اللي بتجيلك السلبية دي. فعالم الروح بيؤثر علينا كتير جدا جدا. مبارك؟ نعم، يعني احنا كأننا نسبح في بحر من الارواح الان. بالظبط، وما طبعا بيأثر على الفكرة مخيفة لبعض الناس يعني، الفكرة. والله بس لو انت تفكر انك روح ايضا، اروح مع اروح صحيح. 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 اروح صحيح. انت من نفس من نفس النوع يعني، احنا مش نوع مختلف ولا حاجة. نعم. في يعني احنا في بس تراكمت اسئلة، لو ممكن يعني ناخذ اسئلة تبعت الموجودين معنا وبعدين ممكن نكمل. في كان سؤال كتير مهم اعتقد ضروري نجاوب عليه، بس هنخليه لحد ما نجاوب، نتفاعل بس مع الحاضرين ونحاول نجاوب الاسئله. طيب، في تعليقات، في ناس بيعرفوك واضح وسعيدين بوجودك معنا في اللقاء. في سؤال، هل ذا نيو ايج موفمنت الان الحاصله من وعي او تغيير مبنية على افكار ومعتقدات روحية، هل النيو ايج تجسيد لتغير في الوعي، ولا هي مجرد استيراد لافكار او معتقدات روحية؟ شو رأيك؟ عالم الروح لم يتصل فقط بعلان كارداك، وكلفوا علان كارداك بتنظيم الاروحية والكتب الاساسية، المنهج الروحاني اللي احنا بندرسه ده، لكن في اتصالات في انجلترا، في اتصالات في الولايات المتحدة، في اتصالات في المانيا، فخرجت طيارات كتيرة جدا اللي هي نيو ايج دي. لكن علشان انا احكم عليها، زي ما بقولك ايه هو المعيار، شوف الكلام ده بيتكلم عن ايه، لا
لو هذا الكلام بيدعو الى اي شيء من الشر او اي شيء من التفرقة العنصرية ابعد عنه. لو هذا الشيء بيدعو الى السلام، المحبة بين الناس، التعايش السلمي، احترام الديانات، الحاجات الجميلة دي، يا عمي ما فيش مشاكل اقراه واشوف لو ده ينفعني او لا. لكن مش لازم ان ننجرف الى طيار معين، حتى الارواح هي لا تنجرف الى اي شيء. انت ادرس وشوف بهدوء جدا، لو شيء نافع اطبقه. احنا عندنا هنا مهمة على كوكب الارض، احنا نرتقي علميا واخلاقيا. علشان انت تطير محتاج جناحين، جناح العلم وجناح الاخلاق والقيم. اوكي، بدون الجناحين دول لن تنطلق، لن تطير. يعني لو فقد اخلاق هترجع عشان تتعلم العلم، لو فقد العلم لازم ترجع عشان تتعلم الاخلاق. اوكي، لازم يكون عندك الاثنين، والا ممكن يكون عندك علم وتستخدمه في صناعه قنابل نوويه مثلا. ليه؟ لانك ما عندكش القيم والاخلاق اللي بتحكمك. يعني هي دي الفكره. يعني جميل. في بس ملاحظات هنا او مداخلات. اول سؤال سالته لوالدي هو لماذا انا مسلمه، لاني اتولدت هنا. يعني فكره انه احنا يعني الدين بيتم تقريره سلفا بناء على المكان، الصدفه الجغرافيه والتاريخيه اللي بنكون فيها، بنعتقد يعني بنستورد كل شيء وما بنكون قررنا سلفا هذا الموضوع. مثل ما ذكرت البحث، ان الواحد هي بتشجع على فكره او موضوع البحث في الاديان الاخرى والافكار الاخرى بالنسبه للدين الاسلامي بلد في الجانب الروحاني اللي فيه، وجانب جميل جدا، الصلاه والصوم والاعياد الجميله والزكاه وكل شيء موجود فيه جميل، وهذا الجانب انا متمسك به، واقول لك انا مسلم بناء على هذا الجانب الروحاني، عباده الخالق عز وجل وحده لا شريك له، الصلاه، الزكاه، الاشياء الجميله دي. لكن اي شيء اخر سلبي زي ما انا جهاد الطلب ومش عارف ايه، ارميه في السله او خليه على الجنب كده. مفيش النهارده عندنا قول معايا سوق نقاسه ولا انسى الكلام القديم ده. حصلت في جو معين كان موجود في ان كل البلاد بتعتدي على الاخرين وبياخدوا منهم ويبيعوا ناس وهكذا، حتى من ايام سيدنا يوسف قبل الاسلام اهو خدوه وباعوه في مصر والكلام ده. فدي كانت حاجه موجوده عند اليهود، كانوا بيبيعوا المسيحيين. وشوف ال خدوا الناس اللي هم في من افريقيا وعملوهم عبيد مسيحيين، خد بالك. فما تجيش تتعلق كل شيء على دين واحد. اي دين بيعمل اشياء مخالفه، اشياء بتحتقر الانسان، بتبيع الانسان، انسى الكلام ده. احنا في عصر جديد، ولذلك انا بقول لك اهم حاجه بالنسبه لي وثيقه حقوق الانسان. خليك في دينك زي ما انت، لا تغير دينك، ما تخشش في دين اخر، خليك في دينك، لكن احترم فقط الجانب الروحاني اللي فيه ووثيقه حقوق الانسان. نركز على اعتقد انت ذكرت موضوع الجانب الروحي اللي في الاسلام، او ممكن نسميه، تجد في كل دين زي تيار ممكن نسميه روحاني او تيار باطني او تيار يعني بيبحث خارج السطور، زي مثلا الصوفيه في الاسلام او الغنوصيه في المسيحيه او اليوغا في الهندوسيه او الزين مثلا في الكوريه. فهل تعتقد ان يعني هذا الجانب الروحاني ما بتجد اختلافات جذريه يعني كبيره اعتقد بين المذاهب الباطنيه، مش اللي هي الظاهره او العامه، تجد مثل نوع من التوافق يعني مثلا بين الصوفيه وبين اليوغا مثلا، او بين الزن وبين الغنوصيه، تجد افكار متقاربه جدا يعني بعضها البعض، على عكس الشكل الظاهري او فالفكره انه مش الشخص يخرج من دين ويذهب الى دين اخر، انه يعزز الجوانب الروحيه اللي موجوده في دينه الحالي، يركز على الجانب خاصه ان هذا الدين انت اخترته قبل ما تتولد، ما لم يفرض عليك. يعني احنا كنا فاكرين عشان اتولدت مسلم تبقى كذا.
انت هنا النهارده اخترت دينك. لما نيجي ندرس الروحيه تعرف ان انت اخترت كل شيء قبل ما تتولد، بتبرمج حياتك دي، انت اللي حتى وقت الموت بتبرمجه مع نفسك. احنا بنحكي حتى... كروح يعني، مش كايجو يعني، مش كانسان، مش كبشري مادي، لا كروح انت قصدك صح؟ هو يعني متجسد او غير متجسد، انت حتى في الجانب الروحاني انت ليك جسد، سميه جسد النجمي، جسد الاسيري، لكن انت ما بتعيش عبارة عن شعلة، انت بتعيش معاك جسد زي الجسد بتاعنا ده، لما تيجي تموت بيخرج معاك الجسد الاسيري بنفس الشكل اللي معاك. ولذلك لما انا اقابلك في عالم روح، انا استاذ محمد، انا استاذ مصطفى، بنتعرف على بعض، مش كل واحد شعلة بقى او شمعة، واخد بالك؟ الروح لها جسد، لها غطاء، لها اطار، اوكي؟ ولذلك احنا بنتعرف على بعض. هذا الجسد في عالم الروح بالك هو جسد مادي من مادة مخففة لها كثافة أقل من الكثافة الحالية فقط لا غير، حالة من حالات المادة، خد بالك، زي مثلا المية والثلج والمياه والبخار، حالة من حالات المادة، خد بالك. فإحنا لنا جسد من حالة من حالات المادة تختلف كثافتها عن الكثافة الحالية، لكن بنعيش ماديين، نروح ونيجي ونمشي ونفرح ونلعب وموسيقى واللي انت عايزه. عالم الروح ما هوش عالم اكتئاب ولا حاجه، وعالم مادي ايضا من ماده مختلفه لكن مادي. يعني ما في الارواحيه ما في تصور انه ماده او عالم روحاني وعالم مادي كله ماده واحده فقط، لكن تظهر ب درجات مختلفة أو صور مختلفة، لكن هو مكون واحد، قصدك الوجود بأكمله. بالضبط بالضبط، اهتزازات، ترددات، غيرك ترددات كل شيء. لاحظ إن ال الأتوم اللي هو الذرة كلها حركات، والإلكترون، بروتون، إيون، كلها طاقة. أي حاجة، أي وحدة أنت تاخدها في داخل جسم الإنسان او في داخل اي ماده هتلاقيها تتكون من نفس الشيء، لا 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 تتوقف، واخد بالك. ولذلك الماده والروح الذكيه كلها تاتي من هذا الخالق العظيم اللي هو المصدر الاساسي، هو مصدر للجانب المادي اللي هي ترددات الماده، هي اللي بتتحول. لما بنيجي ندرس احنا في عالم الماده كيف تتحول الماده الاثيريه الى ماده ثقيله مكثفه فقط بترددات وتكثفات، بتبقى اكسجين، هيدروجين، نيتروجين، كربون، وهكذا. هي مجرد ترددات لنفس الايه الاساس. والروح نفسها والجسد الروحاني كله بينسج من هذه الماده اللي احنا بنسميها المائع الكوني. ما فيش حاجه اسمها فراغ، المادة دي موجودة في كل مكان، ما بيننا وبين الشمس وبين الزهرة وعطارد والمجرات الأخرى وهكذا. النهاردة لما تيجي تدرس هتلاقي إن في حوالي 2 تريليون مجرة. خد بالك، المجرة بتاعتنا اللي إحنا عايشين فيها درب التبانة دي فيها من 200 بليون ل 400 بليون شمس. مش هقول لك نجمة لحسن تحسبها صغيرة كده، شمس. والشمس بتاعتنا دي في المركز الخامس من حيث الحجم، يعني في شموس اكبر منها بكتير بالاف المرات. فتخيل بقى المنظر، هناخد الرقم الاصغر 200 بليون، تخيل في 10 كواكب، شوف عندنا كم كوكب فقط في المجره بتاعتنا. عشان تقطع فقط المجره بتاعتنا من طرفها الى الطرف الاخر محتاج 100,000 سنة بسرعة الضوء، اللي هو 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. يعني ماديا يعني مستحيل نعمل هذا الكلام من ناحية المادية، عشان حد يتخيل سرعة الضوء. يعني لو انت دخلت في طيارة او صاروخ يلف حوالين كوكب الارض يلف 7 مرات ويفضل حتى جزء، واخد بالك، في الثانية الواحدة، ان قطر الارض ايه 40,000 كيلومتر. تخيل بقى المنظر، 300,000 كيلومتر يلف 7 مرات ولسه بيستريح شويه يشرب شاي في ثانيه واحده.
فلما يجي نقول سنه ضوئيه تخيل بقى ساعه فيها درجه العقل البشري هذا ما بنقدر ايوه لما تيجي انت تقول 100,000 سنه ضوئيه فتخيل المسافه لما تضربها انت بقى في ايه في 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 300,000 كيلومتر في الثانيه مسافات رهيبه. وبعدين تيجي تشوف اول مجره جنبنا جارتنا 2 مليون سنه ضوئيه. لكن اعتقد خارج الجسد الموضوع اسهل يعني، يعني من تجربتي الشخصيه اللي بتتحرك تقريبا بسرعه الفكره يعني، انت تخيل مكان معين حتى لو كوكب بعيد المريخ المشتري بس فكر بتكون موجود هناك. اعتقد الارواح يعني يمكن ما في حدود على الحدود لسرعه الضوء بالنسبه لها، ممكن سرعتها هائله في في حدود. كل ما انت لسه في مرتبه اقل من القوه ممكن تنتقل في عوالم اللي انت تقدر تعيش فيها تتاقلم معاها حتى كروح، وفي عوالم لسه انت ليس مؤهل انك تروح فيها. لكن الروح اللي هي في العالم الراقي ممكن تنزل في عالم اكثر كثافه. خلينا نتكلم على اقل كثافه واكثر كثافه. لكن انت قلت برافو عليك ان الروح ممكن تنتقل لو هو مرتقي، هو فاهم هو مين، ينتقل بسرعه الفكر. يعني مثلا فكر اهو، فكر اكون في الامارات ابقى في الامارات، واخد بالك؟ في ثواني، في مفيش في ثواني، بسرعه الفكر ممكن تنتقل الى كوكب اخر. والارواح الاكثر تقدما ممكن يذهب الى مجرات اخرى. وفي ايضا ما يسمى بالبوابات، خد بالك، يعني ممكن ياخدوا ارواح ماديا يحطوهم في مركبه فضاء زي المراكب اللي احنا بنشوفها على كوكب الارض دي، ويسافروا بيهم ويعدوا من بوابات يصلوا الى العالم الاخر. هذه تكنولوجيا احنا لسه لم نتوصل اليها، تكنولوجيا ماديه ماديه. لو نرجع للاسئله صراحة قصص جميلة. أنا متأكد كثير من الناس مهتم يسمع عن كيف عالم الأرواح بيشتغل هذه الأشياء. في ناس عندها يمكن تبدأ عندها أسئلة في هذا الموضوع. بس سؤال كان من أمير، في أيضا تعليقات حول اللي هو زيارة المتوفين مؤثرة جدا خلال المنام، هل فعلا الروح تتقوى كل ما تقادم أو مر عليها الزمن؟ هل الروح تتقوى يعني تزيد قوة كل ما مر عليها الزمن؟ مش شرط، ممكن يتوقف. يعني هنتكلم على الجانب المادي. هنفترض ان احنا في مدرسة، في فصول دراسية، وانت في الصف الرابع. ممكن يعدي عليك سنة وترسب ترجع للصف الرابع، يعدي عليك كمان سنة وترسب، مش شرط انك تتقدم للخامس للسادس. يعني ممكن تتوقف. ممكن ترجع. طيب يعني هل ممكن الروح ترجع؟ لأنه بعض الناس بيقولوا بيتكلم عن تناسخ أرواح، إن أنا اليوم إنسان بكرة حصير قرد، بكرة حصير مش عارف سحلية. لا لا لا. هل ممكن الإنسان يرجع لورا أو الروح ممكن يعني يصير لها انحدار في الوعي، ولا هذا ولا مستحيل هذا الأمر؟ فقط تقدم مستمر. تقدم مستمر للخلاصة يعني. لكن فكر فيها أنت، في إنسان وصل إلى الفكر اللي احنا وصلنا فيه، ازاي انت تاخد روحه وتكثفها وتحطها في شجره ويفضل واقف كده بدون ما يفعل شيء، او تاخده تحطه في جسد قطه او كلب او قرد او فيل او اي شيء من او طائر من الطيور. احنا بنتطور من الادنى للاعلى، من عالم المملكه النباتيه الى المملكه الحيوانيه الى مملكه ارواح الطبيعه. لازم في مرحلة متوسطة، وبعدين تدخل في الإنسانة اللي هي مملكة الإنسان. بعد ما دخلت في مملكة الإنسان انتهى الموضوع. يعني احنا بنقول عليه ملائكة، هم أرواح راقية، إنسان راقي، والناس اللي هم في وادي الظلام اللي هم باختيارهم، واخد بالك، الأرواح الغير واعية، هيجي عليهم الوقت يتقدموا، اللي هي الأرواح المتدنية. هي دي الفكرة. لكن لا يوجد، هنقول لكم خبر كده مش هيعجب ناس كتير، مفيش حاجة اسمها شيطان. الشيطان كان اختراع برضو من الكنيسة الكاثوليكية
سنة 300 ميلادية، اللي هو كان قلده الحكاية إله الخير وإله الشر، وإن في صراع بين الاتنين، وفي الآخر إله الخير هينتصر على إله الشر. طبعا الخالق عز وجل هذه القوة الذكاء الأعلى للكون، مفيش حد يقف قدامه. يعني إيه حكاية إن في روح تكون كفء ليه، أو تقدر تقاوم، أو تقدر تعمل عليه مظاهرات ولا كلامات؟ لن يحدث يعني، لكنها كلنا أرواح متطورة في جميلة بدرجات هذه يعني. الفكرة حقيقة. أنا شفت، أنا كنت أفكر فيها وأنا لا صغير. نعود، آسف بس عشان نقفل الحتة دي، احنا لا نعود من إنسان إلى حيوان أو نبات، احنا غير لكن الحكاية ممكن دي خلاص كلها نتوقف، يعني إحنا فقط ممكن ارتقاء، يا إما توقف يا إما ارتقاء. توقف أو ارتقاء، يعني ليس شرط مرور الزمن، ليس شرط إنه الروح تتقدم. ممكن بعض الناس يستمروا في نفس مستوى الوعي أو نفس مستوى ما بيستمر التطور إلى الروحي. فترة، نعم بيستمر إلى فترة زمنية محددة. يعني أنت لو مدرس هتيجي على طالب دراسة مرة واثنين وثلاثة، بتاخده بقى توديه فصل مكثف تعلمه وتشوف إيه مشاكله. المرشدين الروحانيين مش هيسيبونا نتوقف لفترة طويلة، لازم يساعدونا عشان نرتقي. لازم هذا الشخص ممكن يتوقف مرة اثنين حياة حياتين، لكن المرشد بتاعه مهمته ان انت ترتقي، مهمة المرشد بتاعك انك ترتقي. حتى لو انت قررت انك تعيش في نفس المستوى بدون ما تفعل اي شيء، لا خير ولا شر، بيجي يقعد معاك، يا ابني ايه اخبارك، يلا بينا اساعدك، اعمل سوي، ويبتدي يرتقي بيك سلمة كمان. لازم ترتقي. جميل جميل. في انت نقطة تحدثت عنها عجبتني بصراحة، انه جميع المخلوقات يعني من الذرة الى الملائكة الكبار الارك انجلز، هدول كلهم بدأوا من نفس النقطة. ما فيش روح يعني ولدت انه هي متفوقة هكذا، او روح ولدت انه هي مكتوب عليها تكون شيطان او شريرة، او انه كل هذا بالعمل والاجتهاد لهذه الارواح وبالاختبارات واللي خاضت لها في تجارب ممكن تكون مادية أو في تجارب في عالم أرواح، إنه كل منزلة التطور الروحي عند الشخص هو يعني استحقاق، وليس يعني شيء يولد فيه زي الموهبة. حتى المواهب أعتقد الأرواحية تعتقد إنه في سبب سابق لها، وليس يعني نعمة تعطى وتحرم منها بعض الأرواح أو يكتب عليها مستوى من الوعي. طب نشوف في أسئلة أخرى، يعني تعتبر في سؤال يقول كل في اللي انت قلته مظبوط، ما عدا المواهب دي انت كل شيء بتتفق عليه. يعني ولو انت مثلا طبيب في هذا في هذه الحياة، واخد بالك، ممكن يستفيدوا منك في عالم الروح كطبيب، ويرجعوك ايضا للطبيب، لان هيستفيد منك البشرية، فترجع وتدرس الطب وتتفوق عن ما تفوقت عليه. هذه المواهب، الموسيقى والحاجات دي، لان كنت في حيوانات سابقه بتعزف، تلاقي عيل صغير، لا بيتهوفن الف سيمفونيه 5 سنين، موجود هو نفس الروح بيتولد بيبقى عارف الالات والمستويات، مش محتاج حد يعلمه، خد بالك. فالمواهب دي لا تعطى، تكتسب برضه، لكن عبر الحيوات. نعم، يعني حتى لو الشخص عبقري أو موهوب بالموسيقى مثلاً، أو موهوب إنه في غرض لهذه الموهبة ضرورية له إنه يتعلم شيء مثلاً، أو يتطور من خلال، أو يفيد الآخرين ربما بهذه الموهبة. طيب في هنا سؤال يقول، يعني تعتبر وادي الأرواح الشريرة، أعتقد أنت ذكرت الأمبريال، أعتقد أمبراو أمبراو، هذه كلمة برتغالية صح؟ يعني يعني تعتبر وادي الظلام او مكان مظلم. ها نعم أمبراو، يعني تعتبر وادي الأرواح الشريرة هو العقاب وليس ينحدر. هنا السؤال عن موضوع العقاب، أنت ذكرت هذا الوادي المظلم أمبراو، هل هو يعني كل الأرواح تعاقب فيه، ولا يعاقب الإنسان بأنه يرجع الحياة الأرضية بصورة أقل، ولا الاثنين مع بعض؟ يعني يعاقب الأول في عالم الأرواح بعدين يتجسد مرة أخرى للعالم الأرضي ليكفر عن ما فعله، ولا كيف آلية العقاب حسب نظرة الأرواحية؟ شوف، لو أهم حاجة التوبة
وطلب المغفرة من الخالق عز وجل وطلب المساعدة. لو الإنسان اتعلم دي مش هيقعد ولا لحظة في الوادي ده، واخد بالك؟ حتى لو كان أخطأ، حتى لو كان أخطأ، كلنا خطائين، كلنا هنغلط، وهم عارفين كده على فكرة، وربنا عارف إن إحنا هنخطأ. دي تجربة إحنا بناخدها، وهو عارف. زي ما أنت مثلا بتودي ابنك المدرسة، عارف إن هو ممكن يضرب صديقه، لو ممكن يتضرب، ممكن تحصل له حادثة في الشارع، ممكن يقع مش عارف ايه، بيلعب العاب رياضيه ممكن ينكسر دراعه، انت عارف كل ده، لكن هو لازم يخد التجربه، والا مش هيكبر، مش هيبقى ايه ازاي. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيسيبنا نخوض التجارب دي، خد بالك، انت بتخوض التجربه دي، فهيحصل لنا حوادث، هتحصل لنا مشاكل، هتحصل لنا، هنتفاعل مع الكوكب، هنتفاعل مع درجات الحراره، هنتفاعل مع كل شيء، احنا عرضه. الجسد المادي سجن للروح، احنا مسجونين داخل هذا الجسد. يعني هنا العقاب ليس العقاب، عفوا مقاطع، يعني العقاب ليس انتقام، هو يعني فرصة للارتقاء، ممكن تعليمي، تعليمي زي ما انت بتجيب ابنك كده تشد ودنه، خد بالك، تدي له عقاب بهدف ان هو ما يغلطش تاني، خد بالك، بس انت لازم تعاقبه بطريقة هادئة عشان تعلمه، ما تنفرهوش من حاجه يعني، بالك. وهم بيذهبوا، عارف انت، اقول لك ازاي، لما اي شخص يكون محمل بطاقات سلبيه، بالك، بينجذب الى هذه الطاقات السلبيه، محمل بطاقات ايجابيه بتتجه الى الايجابيه. نكلمك بشيء اجمل، يعني تخيل المنظر، انت عندك مدينتين كلهم منظمتين بنفس التنظيم، بيوت جميلة ورود وتمام التمام، وتاخد ناس خيرة عندها حب وهادئة وناس بتوع موسيقى وجمال، تحطهم في مدينة، وتاخد بقى المجرمين والقتلة والمش عارف ايه والمغتصبين وتحطهم في المدينة التانية، هتخيل المدينة هتبقى ازاي اللي هي فيها الناس المجرمين دول، زي ما تقول السجن، السجن، تخيل الناس اللي عايشة في السجون حاليا مجرمين وتجار مخدرات، وتشوف الحياة داخل السجن، جحيم جحيم جحيم، بالك. ولذلك ايه، مجرد وادي الظلام ده هم اللي اختاروه، حتى الجو والظلام والحاجات دي من انتاجهم، من الطاقات السلبية بتاعتهم هي اللي بتكون المكان ده. لكن كل يوم لو تنظر حواليك في فرق الانقاذ بييجوا ينادوا، بس الناس دي بتنفر منهم الى ان ياتي يوم يقول يا رب سامحني، يغفر لي، انا مش عارف ايه، بيجي الملائكه دول ويشيلوك من هناك ويذهبوا بيك الى مركز النقاهه الاول في مستشفى، وبعدين يضموك للمدينه الجميله دي. بس لازم يضمنوا ان انت تكون بقى طبعك اتغير، لو ما اتغيرش هترجع تاني هناك. ايه رايك؟ تروح السجن ولا تطلع بره؟ انت ومزاجك. بهذا الاسلوب بيتعاملوا معاك علشان ايه؟ ترتقي، لكن لا يوجد عقاب، عقاب دي يضربه عباره، ما فيش الكلام. نعم. في سؤال، ما هو الأساس الذي تبنى عليه فكرة الارتقاء فقط طالما أنها كارما لتراكم سلوكيات أو سلوكات؟ أعتقد أن احنا جاوبنا على هذا الموضوع، أنه الكارما هذه للتكفير، يعني للأخطاء اللي الشخص بيرتكبها، له فرصة أنه يكفرها، ولما يكفرها بيصير عملية ارتقاء. بس أعتقد يمكن هو السؤال، ماذا يعني، ما مفهوم الارتقاء؟ يعني لما أقول شخص أريد أوضح حاجة بس صغيرة، النبات والحيوان ما عندهمش حاجة اسمها كارما، مفيش كارما، يعني الأسد قتل الغزال، كارما ما هيش كارما، دي طبيعة، الخالق عز وجل خلق هذا الحيوان المفترس عشان يحافظ على الطبيعة، عشان البيئة، عشان تنتمي هذه الحيوانات، عشان تستمر الحيوانات على الأرض. لذلك لا يوجد كارما، مفيش حاجة اسمها كارما في حيوان ولا في نبات، هتيجي تعاقب شجرة أنت مجنون؟ فالحاجات اللي هي النبات والحيوان مفيش حاجة اسمها كارما. الإنسان البدائي مفيش حاجة اسمها كارما، ده هو شبه حيوان، ما عندوش فكر، ما عندوش مخ، جاهل، هو فقط بيتحكم فيه الغريزة. فقط لما يكون عندك الأهلية،
وتبتدي تتفق على برنامج عمل الخير وتطوير روحك، بتكون عندك العقل الواعي، هنا ممكن تبتدي عملية الكارما اللي هو لكل فعل رد فعل، مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. ما دون ذلك مفيش كارما. فما تجيش تقول لي إنسان هيعود لحيوان، لأن الحيوان ما عندوش كارما أساسا. نعم. طيب ما مفهوم يعني ما مفهوم الارتقاء؟ هل الارتقاء نحن يعني مثلا نسيطر على طاقتنا او افكارنا، ان نكون ناس اخلاقيين، انه نتعلم مثلا الاخاء والمحبه، او يعني ما مفهوم الارتقاء او التطور الروحي بالنسبه للارواحيه؟ كيف اقول هذا الشخص متطور روحيا، هذا الاشخاص مش متطور روحيا؟ كيف، ما هو المعيار ل يعني التطور الروحي بالنسبه للارواحيين؟ اوكي تخيل المنظر انه امامك وظيفه، انت هتكون مسؤول عن جزء من الكوكب الارض، هتكون مسؤول عن المملكه العربيه السعوديه، في بالك هتساعد الناس اللي فيها على كل شيء، وتساعد في ريكارنيشن، تساعد في لما الانسان يتوفى تستقبله، مش انت مش لوحدك، فريق كبير هيمشي. لكن هذه الوظيفه علشان انت تمارسها لازم يكون عندك المقدرة، اولا لازم تتطور روحانيا بحيث انك تصل الى اعلى الدرجات اللي هي المحبة. المحبة بتجوب كل شيء. الانسان المحب بيبقى عنده سلام وعنده حب دي حاجة. تخيل الله سبحانه وتعالى محبة يعني الاصل بتاعه المحبة دي أكتر من الرحمة. يعني الرحمة بتكون أنت في واحد تحت واقع تحت إيدك عمل خطأ وبترحمه أو لا ترحمه، واخد بالك؟ فالارتقاء لازم يكون على جانبين زي ما أنا قلت قبل كده، الجانب الروحاني، الجانب المثل والمبادئ والحاجات الجميلة دي، والجانب الثاني العلمي، لازم تتعلم يا جميل، تعرف الكون ده ماشي ازاي والمجرات والحاجات دي والعلم، واخد بالك، تدرس. ولذلك انت هترجع على كوكب الارض هتبقى طبيب، وهتبقى مهندس، وهتبقى مهندس ديكور، وهتبقى مبرمج كمبيوتر، وهتبقى فلاح. لازم تكون عندك الشمولية دي علشان تكسب الوظيفة دي، انك تكون مشرف على جزء من السعودية، على الرياض مثلا، واخد بالك؟ يعني ارتقاء عقل، وممكن يقول عقل وقلب، يعني ارتقاء بالظبط. لازم يكون عندك الجناحين، الجناح العلمي والجناح